الخير اللي شاركنا وشارك طبيبنا الخالد في هذه الدعوة، وكل الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، حياكم الله على الرحب والسعة. نحن بهذه المناسبة إن شاء الله الحمد لله جمعنا كل أطياف المجتمع من الثوريين والإعلاميين والأكاديميين والدكاترة والحقوقيين والأطباء والجميع الفصائل الحمد لله رب العالمين، وكان الوضع الأمني جيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، كمان من أغلب الفصائل اللي العاملة على الأرض والثوريين. نرحب بكل أطياف المجتمع السوري القادم لضيافتنا، والذين استدعيناهم نحن من كل أطياف الشعب السوري الثائر على الطاغية، الثائر على الظلم والاستبداد وعلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا علينا بالخير، وهذه الدعوة للجميع، ليست دعوة لترويج لأحد ولا لغيره. والدعوة مفتوحة عامة للجميع، لجميع الشرفاء ولجميع الأحرار وإلى جميع المخلصين وإلى جميع الفعاليات وإلى كل الناشطين على الأرض الذين ينشدون الكلمة الطيبة ويبحثون عن رفع الظلم عن هذا الشعب المقبول. الهدف الأول أنه يعني نتقارب ونتساعد، يعني الكل يفهم مشروعنا شو هو. مشروعنا هو خدمة أهلنا في الداخل، وبالتالي لابد من أنه كلياتنا نتساعد في هالأمر. يعني أنا وحدي بالتأكيد لن أستطيع أن أفعل شيء، لكن إذا بتتضافر الجهود كلها فأكيد بنقدر نعمل شيء لأهلنا. أهداف شعبنا في القضاء على الاستبداد والديكتاتورية وحكم الفرد المؤله، لنصل إلى دولة تحفظ كرامة كل السوريين. إنني أرى أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات خير بعون الله سبحانه وتعالى، لأننا فيها نحاول توحيد الرأي، ووحدة الفكر هي أساس نجاح أي عمل. فإذا ما كنا نحن متوحدين في الفكر، لابد من أن يسوقنا هذا الفكر الموحد إلى أداء أمر موحد، وبالتالي يكون فيه النجاح، لأن في الجمع قوة وفي التفرق ضعف. ومثل هذه الاجتماعات التي توحد قلوب المسلمين بعون الله تعالى، وأبناء العشائر بشكل عام وأبناء بني خالد بشكل خاص، إنما يشكل هذا الجمع قوة إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون في وجه هذا النظام.